بسم الله الرحمن الرحيم نعمات محمد عبد الغيوم حقيقة إن الشغل بتاع التياب كان هواية يعني من حبي للرسم او يعني كنت برسم ال... بشتغل شغل الحنة براي لنفسي يعني حبيت الشغل بتاع الرسم فلما لقيت الشغل بتاع ال... 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 التياب او انا لما بديت بديت بالفوط والجداعات والحاجات دي بديت ارسم فيها هي اتعلمتها زي ما قلت انها اتعلمته من تركيا وهنا لما جيت السودان لقيت الحياة متوفره في في السوق اتعلمت واصلت في في الشغل لحد ما مشيت القضارف واشتغلت مع ناس كليه تنميه المجتمع حسيت اني انا اتمكنت من الشغل بتاع ال الطباعة كويس آه للممارسة الكثيرة مع الدارسات فبقيت أشتغل في التياب فاشتغلت في التياب لأنه أنا كنت متخوفة إنه أنا ما أضبط الحاجة لأنه ما بحب الحاجة تطلع ما حلوة آه وشغل التياب بحسه إنه داير يتغان ولأنه زول بحس إنه إذا هو بدا فيه وحاول يوسخه طبعا حيكون نهى التوب يعني ما بتكون تاني في رجعة أو معالجة يعني فاشتغلت فيه وكنت حريصه انه انا لازم انظف الشغل بتاع الثياب. آه طيب لما نجي نشتغل بننزل رسمتنا اول حاجه للتوب في التوب بعد ذاك زي ما قلنا اذا كان اللون غامق ممكن الزول ينزله بالقلم الابيض والزول اللي بيعرف يرسم ممكن يرسم يرجع يرسم بالقلم طوالي الزول آه يعني يصير انه يضغين الرسمه بتاعته يعني تكون الرسمه متغنه. بعد ما نزلنا رسمتنا بنقوم بنركبها في بنركبها في الطاره بعد ذاك اللي هي الطاره من الادوات تحت الشغل، في ناس بيشتغلوا بالمنسج لكن انا بحب الشغل بتاع الطاره بحيث انه انا الطاره بتمكنني في انه في الشغل يعني بتمكنني انه انا اشتغل بصوره كويسه الشغل بتاع التياب حقيقه انا ما قاعد اشتغل في غير التوتال انا شغلي كله في التوتال يعني بحب الشغل في التوتال الشغل في التوتال سهل وحلو ويمكن وجهه نظري انا براي يعني انه التوتال ساتر أكتر يعني فبشتغل آه فبيشتغل فيه الشغل بتاع الكريستال أو الشغل بتاع الطباعة شغل الكريستال بنشتغل الكريستال كله سواء كان قصبي زي ده مثلا أو الكريستال الدقاق زي المتوسط أو اللولي كله بنشتغل بنشتغل فيه وفي التياب آه معاه بنشتغله بالفابريك بنيجي زي ما قلنا هنا الشغل بتاع ال... هنا بعد ما الزول رسم بعداك بيجي بتحدديها عشان انت ما تطلعي برا الاطار بتاع الرسمه بتاعتك بتحدديها بعد ذاك بتبدي اذا عايزه تعمليها زي دي او اذا عايزه تغطيها باللون وتدخلي فيها لون تاني بيبقى على حسب ذوق الزول يعني عايزه يدخل فيها الوان ولا عايزه بلون واحد وعايز يحددها بلون لامع ولا بجليتر ولا ما عايز يحددها بجليتر او محدد ده في ما يلي الشغل بتاع الثياب التسويق والله يعني انا بشتغل يعني ما عندي ما عندي تسويق كتير سوقت على بالمعارف يعني اللي بيعرف بيقوم بيجيب لي لكن ما عندي ما عندي صفحه في فيس ما عندي يعني بودي محلات والله كده شاركت في معارض كثيرة حقيقة شاركت آخرة كان المعرض بتاع كليات تنمية المجتمع تغويم كليات تنمية المجتمع في وزارة التعليم العالي شهرية 12 آه وكنت مدى في الفترة الستة أو سبعة سنين اللي كنت شغالة فيها مع ناس جامعة القضارف آه كنا بنغيم معارض باستمرار وكنا شريك أساسي في في المعارض جعلت كلية تنمية المجتمع في القضايا